السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة التانية من حلقة المصطلحات الطبية اللي عملناها المرة اللي فاتت. الهدف منها ان احنا بنقدم المصطلحات الطبية والمصطلحات اللي في علم التغذية وفي علم الامراض بشكل مبسط جدا وشكل سهل جدا لكل الناس، بحيث كل الناس تكون مطلعة على العناوين الاساسية او الكلمات الاساسية اللي احنا بنسمعها بشكل متكرر جدا، سواء في الفيديوهات بتاعتي او فيديوهات الاطباء الاخرين او حتى على التلفزيون او في اي مكان. الهدف برضو من الحلقات دي ان احنا يحصل توعية اكتر عند الناس. لما انا اكون فاهم المصطلحات الاساسية دي معناها ايه، فلما انا اسمع اي موضوع من المواضيع اكون فاهم محتوى الموضوع كله ماشي ازاي. ان الكلمات دي بتتكرر بشكل كتير جدا ان احنا هنقولها، سواء اللي قلناها في الحلقات اللي فاتت او في حلقة النهاردة او في الحلقات اللي جاية كمان باذن الله تعالى. احب افكركم قبل ما ادخل في الجزء الثاني بتاع حلقتنا النهاردة ان انا زي ما قلت واعلنت برضو الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، في اي وقت ان شاء الله تعالى انا هفتح البث المباشر بدون اعداد وبدون ما اعلن على منتدى اليوتيوب، او هعلن حتى قبلها بس بنص ساعة او بساعة بس على حسب ظروفي. هعمل بث مباشر مع الناس اللي هتكون موجودة في الوقت ده، هجاوب لهم باذن الله تعالى على كل الاسئلة الممكنة اللي هعرفها ان شاء الله تعالى على حسب ما ربنا ييسر الامور. وبعد كده لما نقفل الفيديو ده مش هتحفظ او هرفعه على القناة. عشان كده بدعو كل الناس المشتركين مع القناه فعلوا صوره الجرس او اللي هو زرار الجرس عشان ان شاء الله توصل لكم تنبيهات اول لما نعمل الفيديوهات دي، ومش هيكون ليها وقت ثابت، هنعملها في اي وقت على مدار اليوم. ندخل بقى في اول كلمه معانا النهارده واللي بنسمعها كتير جدا، الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده جاي منين؟ جاي من الصيام الاسلامي العادي بتاعنا، يعني هي كانت فكره الصيام الاسلامي الاساسيه او الصيام التام، خدوا منها فكره الصيام المتقطع. فالصيام المتقطع هو صيام اسلامي بس متدلع شويه. يعني ايه متدلع شويه؟ يعني في بعض المسموحات اللي مش موجوده في الصيام المتقطع بحيث يخلوا الناس تلتزم اكتر بيه، يعني ياخدوا فايده الصيام ولكن بالتزام اكتر طول السنه. انت طبعا مش هتعرف تصوم الصيام الاسلامي او الصيام الجاف طول السنه، هيكون صعب جدا عليك ومرهق عليك. فقال لك ناخد فكره كده وسط، منها ناخد فكره الصيام نفسها الاساسيه الكتيره جدا اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا في الحلقات دي كلها، سواء الحلقه اللي فاتت او في الحلقه دي، انا بس بتكلم في المصطلحات الطبيه، انا مش بشرح موضوع. يعني انا مش طالع النهارده اشرح يعني ايه صيام متقطع، ده دي حلقه مخصوص احنا عملناها قبل كده. تمام. وبداوا يعملوا الصيام المتقطع اللي هو صيام الدلع، بداوا يسمحوا فيه بالميه، بداوا يسمحوا فيه ببعض المشروبات اللي هي ما فيهاش سعرات حراريه او ما فيهاش سكر. هو ده الفرق بين الصيام العادي والصيام المتقطع. فايدته ايه؟ طبعا نروح نرجع على حلقه الصيام المتقطع عشان نشوف الفوائد الصحيه الكتيره جدا بتاعته. في منه طبعا حاجات كتيرة جدا، ولكن اشهرهم وابسطهم انك بتصوم 16 ساعة في اليوم، من ضمنهم ساعات النوم. يعني لو افترضنا انت صايم 8 ساعات، صحيت الصبح تستنى مثلا 8 ساعات تاني، يبقى كده دول 16 ساعة بتوعك عشان تبدأ تدخل اول وجبة في يومك. 16 ساعة اللي انت نايم دول ومن ضمنهم ساعات النوم، ما تدخلش جسمك اي اكل خالص او اي سعرات نهائي غير بس مية واي مشروبات بدون سكر. هل الصيام المتقطع يعتبر جيم او نظام غذائي؟ لا، انت لازم تعمل رجيم او نظام غذائي وتحط تضيف عليه الصيام المتقطع علشان يساعدك. الصيام المتقطع في حد ذاته مش بيخسس، والدليل في رمضان اللي هو صيام اصعب من الصيام المتقطع. في ناس بتخس وناس بتتخن، على حسب ايه؟ على حسب الاكل اللي انت بتاكله في الثمان ساعات التانيين بتاع اليوم. هل لازم اصوم 16 ساعه بس؟ لا، تقدر تصوم 17 18 14 20. يعني مرن جدا الصيام المتقطع وتطبقه الصبح تطبقه بالليل، ملوش قاعده اساسيه تمشي عليه. بعد كده الكارنيفور. الكارنيفور ده نظام غذائي قائم على ايه؟ قائم على استهلاك اللحوم. هو كده، يبقى ده نظام اسمه تاكل لحوم طول اليوم بس وتشيل كل العناصر الغذائيه التانيه. وطبعا ده ما ينفعش انك تمشي عليه لفتره طويله، طبعا هيكون ليه اعراض جانبيه خطيره، انك بتقلل عناصر غذائيه، بتمنع الخضروات، بتمنع الكربوهيدرات. هو بس قائم على اللحوم وبتقلل الدهون لاقصى درجه ممكنه. فطبعا كنظام او ستايل لايف لا، ما ينفعش، يعني ما ينفعش كستايل لايف. طبعا هيكون ليه اعراض جانبيه خطيره ومحدش يروح يعمله من نفسه، بس انا بقول لكم الكلمات اللي انتوا دايما بتسمعوها. البلانت دايت او النظام النباتي ده طبعا عاملين عليه اربع حلقات في القناه تقريبا، سلسله حلقات كامله على النظام النباتي بتاعته بمميزاته وبعيوبه وجاي منين. الفكره الاساسيه انه مش بيستهلكوا، طبعا في منه درجات او انواع. عموما الفكره الاساسيه بتاعته بنشيل منتجات الحيوانات كلها، يعني حتى الحليب، حتى البيض، حتى السمك، اي حاجه جايه من الحيوانات، حتى في ناس بتشيل العسل حتى اللي جاي من النحل، كله ده ويكون نظام نباتي فقط صرف بس. ولكن في منه درجات، في نظام نباتي بيسمح مثلا بمنتجات الالبان، في نظام نباتي بيضيف عليه الاسماك، ده هيبقى افضل. يعني لو انت عاوز تمشي نظام نباتي خلي دايما عندك بروتين حيواني في النص، سواء الالبان البيض مثلا ومنتجات الالبان او سواء الاسماك. لو معاك اسماك مع نظام نباتي يبقى متزن، يبقى كويس. لكن نظام نباتي بس ليه عيوب كتيره وكنت اتكلمت عليها قبل كده. الدهون الثلاثيه والكوليسترول، ايه الفرق بين الاثنين؟ الكوليسترول ماده مهمه جدا لجسمك، الكبد بتاعك بيصنعها او بتجيلك عن طريق الاكل من بره.
ولكن في كل الاحوال جسمك هيصنعها. طيب الكوليسترول ده بيتحرق وبيدينا طاقه، بيطلع سعرات حراريه، يعني جمعنا هنقول حرق دهون، في حاجه اسمه حرق الكوليسترول؟ الكوليسترول ده هل بيتحرق ويطلع سعرات حراريه ويساعدني؟ لا، الكوليسترول ده ماده بناءه فقط. يعني ايه ماده بناءه؟ بيدخل في بناء جدار الخلايا بتاعتنا كوظيفه مهمه جدا لوظيفه المخ، بناء الهرمونات، بناء الفيتامينات، ده وظيفه الكوليسترول، ولكن لا يتم حرقه ايه كسعرات حراريه. نيجي بقى للدهون الثلاثيه اللي هو النوع الثاني من الدهون. دي بتجيلك منين؟ سواء انت اكلت دهون من بره زايده عن حاجه جسمك وبتروح تتخزن على شكل دهون ثلاثيه. طيب انت اكلت نشويات، وقلنا الكلام ده في الحلقه اللي فاتت، زياده عن احتياج جسمك، سكريات زياده عن احتياج جسمك، بتروح فين؟ بتروح تتحول دهون ثلاثيه. يبقى النشويات الكتيره، الدقيق والرز الكتير والقمح والحلويات الزياده، كل ده بيروح فين؟ بيتخزن على هيئه دهون ثلاثيه، اللي هي الدهون اللي موجوده فين؟ بالاكثريه حوالين الاعضاء الداخليه بتاعتك، وعشان كده هي سبب رئيسي للكبد الدهني او الكبد المتشحم. بالمره يعني ايه كبد دهني او كبد متشحم؟ يعني الكبد عليه دهون زياده عن اللزوم. لما بتروح تعمل السونار الدكتور على طول بيشوفها كده من قبل ما يعمل تحليل او اي حاجه، يقول لك عليها طبقه دهون. جايه لك منين طبقه الدهون دي؟ من وزنك الزايد، من اكل النشويات والحلويات والسكريات، واكل حتى الدهون الزياده فوق احتياجات جسمك. يعني انت قاعد تاكل كميات اكل كبيره، سكر، فركتوز كتير، عصائر كتير، فواكه كتير، كل ده بيتحول دهون بتنام فوق الكبد بتاعك. يبقى هو ده الكبد الدهني او الكبد المتشحم. عايز اتخلص منه ازاي؟ لازم استبعد كل الحاجات اللي انا قلتها دي، مع صيام متقطع، مع رياضه، مع نزول وزن، عشان ادي لجسمي فرصه يبدا يحرق من الدهون المتخزنه جوه دي. الدهون الثلاثيه دي زي ما قلنا الفائض من جسمك، من اكلك، بيروح يتخزن في الجسم على هيئه دهون ثلاثيه. هي بقى بتستخدم كحرق في حاله العجز، يعني لو انت بتعمل ريجيم، انت بتعمل دايت، انت صايم سعرات حراريه، هي عكس الكوليسترول. الدهون الثلاثيه بتبتدي تتفكك وتبتدي تتكسر وتطلع حاجه اسمها الاجسام الكيتونيه اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وتستخدم هنا، وده اللي بنقول عليه حرق دهون، يعني نحرق من الدهون المتخزنه عندك. دي كلمه حرق الدهون. طيب بعد كده نيجي ارتجاع المريء. يعني ايه ارتجاع المريء ويعني ايه هو المريء؟ الانبوب، انبوبه طويله موجوده هنا بتوصل الاكل، الاكل بعد ما بتبلعه بينزل فيها بيوصل للمعده، يبقى هي انبوبه بتوصل الاكل للمعده. في صمام بيقفل من الانبوبه دي بعد الاكل ما بيدخل، يقفل ما يسمحش للاكل انه يطلع مره ثانيه، يبقى عمل حاجز، هو بيفتح في اتجاه واحد بس لتحت. ارتجاع مريء يعني ايه؟ يعني الصمام ده فيه مشكله ما. طبعا مش موضوع حلقتنا النهارده، ارجعوا على حلقه ارتجاع المريء موجوده في القناه عندي اول لما تفتح. الاكل بيرجع لفوق، بيرجع لفين؟ للمريء، فعشان كده احنا سميناه ارتجاع المريء. الكلمه اللي بعدها قرحه المعده. يعني ايه قرحه المعده؟ المعده ليها انسجه بتبطنها، ليها غلاف بيبطن جدار المعده. بيبطن جدار المعده ليه؟ عشان يحميها. يحميها من ايه؟ من حمض ال HCl. ايه هو حمض ال HCl؟ اللي هو بنقول عليه حمض المعده او حمض الهيدروكلوريك. ده بيطلع من جدار المعده، بيتفرز، بيهضم البروتين، مسؤول عن امتصاص الفيتامينات، مسؤول عن امتصاص المعادن، مهم جدا، بيقتل الفيروسات، بيقتل الميكروبات، ولكن سبحان الله بيعمل كل ده ولكن ما بياكلش جدار المعده. ما بياكلش جدار المعده ليه؟ نتيجه الغشاء المبطن لجدار المعده. لما الغشاء المبطن لجدار المعده ده يحصل فيه قرحه او ندبه، هي دي بنسميها قرحه المعده، يعني في حته اتجرحت فيه، فبقى جدار المعده الداخلي مش محمي، بيبتدي ايه؟ الحمض ده ياكل فيه وتبتدي تحس بالالم والحرقان. مع المراره والعصاره الصفراويه. المراره دي موجوده فين وايه هي العصاره الصفراويه دي؟ العصاره الصفراويه اساسا بتتكون في الكبد بتاعك، تتكون في الكبد، بتروح تتخزن، الجسم بيخزنها فين؟ في العصاره، في المراره. يبقى هو بيكون العصاره الصفراويه في الكبد، يروح يخزنها في المراره اللي موجوده تحت الكبد، كيس كده بيتحوش فيه العصاره الصفراويه دي. وظيفتها ايه؟ وظيفتها هضم الدهون، زي بالظبط لما يكون عندك طبق مكان الاكل بتاعك بتغسله بالفيري او سائل الصابون بتاع المواعين، وظيفته انه بيشيل الدهون من الطبق. بالظبط كده العصاره الصفراويه دي وظيفتها انها بتغلف الدهون وتشيلها وتسهل عمليه الهضم بتاعها، عشان كده المراره مهمه جدا. يبقى دي هي المراره والكبد والعصاره الصفراويه. الدهون المهدرجه او الدهون المتحوله او كلمه ترانس فات، كله ده مصطلح واحد. يعني ايه؟ بنجيب زيت نباتي في حالة سائلة، عاوزين نحوله حالة صلبة، نحوله زبدة نباتي اللي بنسمع عليها طبعا ذرة أو مارجرين أو سمن نباتي، فبندخل عليه ذرات هيدروجين في عملية تصنيعية طبعا. ذرات الهيدروجين دي لما بتدخل عليه، فدي بقى عشان كده بنسميها إيه؟ دهون مهدرجة. أصبحت الدهون والزيوت دي مهدرجة، بتخلي الزيت ده يتحول من الحالة السائلة للحالة الصلبة. يستخدم بقى في معظم الصناعات أو كل الصناعات، يعني أغلب الصناعات الأكل المحفوظ كله بيستخدموا فيه الكلام ده. بالاجمالي كل الوجبات السريعه، كل البسكوت، كل اي حاجه معجنه، حتى المخبوزات في المخابز بيستخدموا فيه النوع ده. ليه؟ لانه نوع رخيص طبعا، نوع رخيص جدا،
الشيلف لايف بتاعه او الاستابيليتي بتاعته عاليه جدا، يعني بيضمن ان الاكل يقعد فتره طويله بدون ما يخرب. طبعا هم بيظبطوه كمان بحيث يدي طعم حلو للاكل بتاعه. طب هل كل المميزات دي مفيد للجسم؟ لا، كل المميزات دي مهمه عشان التاجر بس، لكن انت جسمك ما بيعرفش يتعامل خالص مع الكلام ده، لان دهون غريبه، مش دي الدهون اللي خلقها ربنا ولا دي الزيوت اللي خلقها ربنا، دي الانسان الف وهدرجها وغير شكلها الكيميائي. فعشان كده لما بتدخل جسمك مش عارف اصلا يتعامل معاها ومش فاهم ايه دي. عشان كده الدهون دي المهدرجة او المتحولة او السمن النباتي، كل ده من اكبر المصايب على الجسم وعلى الشرايين وعلى الجلطات. في بقى مصطلح العكس، الدهون المتأكسدة، يعني دخل عليها ايه؟ طالما اكسدة يبقى دخل عليها اكسجين. امتى بتحصل؟ لما الزيت بيخرب او الزيت بيفسد عند تعرضه للحرارة. عشان كده اتكلمنا في حلقة اللي كانت لسه من قريب عن الاكل المقلي، ان احنا ما نسخنش الزيوت، ومش كل الحاجات تتحمل الحرارة، ان في زيوت كتيرة لما بتتعرض للحرارة او درجات حرارة عالية الزيت بيتأكسد ويخرب ويدخل جسمك يكون لك حاجة اسمها الشوارد الحرة. يبقى دي كلمة الزيت متأكسد، يعني ايه؟ يعني الزيت ترانسد او فسد، وتلاقي له كده ريحة مميزة. حتى لو انت عندك زيت الزيتون حطه في ازازة شفافة او ازازة عريانة او متعرض للضوء بعد فترة هتلاقيه خرب. خرب يعني هتشم له ريحة كده نفاذة، مش ريحة زيت الزيتون الطبيعية المميزة للزيتون. سكر الفركتوز، ايه هو سكر الفركتوز؟ طبعا بنسمع الكلمه دي كتير جدا وبنحذر منه كتير جدا، سواء الناس اللي عندها يوريك اسيد لانه بيتحول اليوريك اسيد، الناس اللي عندها كبد دهني بيتحول لدهون على الكبد. من اخطر الحاجات على الجسم هو سكر الفركتوز. جاي منين سكر الفركتوز؟ سكر بسيط زي سكر الجلوكوز اللي اتكلمنا عليه وقلنا ان هو الحرق الاساسي بتاع الجسم، موجود في الفواكه، موجود في السكر الابيض. السكر الابيض عباره عن اتنين متحدين مع بعض، جزيء جلوكوز اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اللي هو مهم للجسم وبيستخدم في انتاج الطاقه، وجزيء فركتوز يدخل جسمك يتفكك للاثنين. العسل فيه سكر فركتوز، الفواكه فيها سكر فركتوز. المشكله كل دي منتجات طبيعيه زي العسل والفواكه، فلما تاكل منها باعتدال جسمك او الكبد بتاعك بيعرف يستفيد بسكر الفركتوز ده ويكسره، مفيش فيه مشكله. سكر الفركتوز لا يستخدم لانتاج الطاقه زي سكر الجلوكوز اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، يعني هو ولا بيدخل الخلايا ولا بيديك طاقه، الكبد بتاعك بيكسره. الفائض بقى هو ده المشكله. طب للاسف الناس عملوا حاجه اسمه هاي فركتوز كورن سيرب او شراب الفركتوز، وده داخل في كتير جدا من الحاجات المتصنعه، جميع انواع الحلويات والشوكولاتات والمصانع والبيتزات الحلوه وكل الكلام ده والمعجنات الحلوه بيحطوه ليه؟ لانه طعمه مسكر جدا. ولكن للاسف ده حاجه مصنعه فيها كميه سكر فركتوز عاليه جدا، من اخطر الحاجات على الصحه، من اخطر الحاجات اللي بترفع الالتهابات، اللي بتزود اليوريك اسيد، اللي بترفع بتزود الكبد الدهني. عشان كده احنا بنحذر دايما منين؟ من الاكل المصنع عامه، عشان مثلا على سبيل المثال هو الزيوت المهدرجه وسكر الفركتوز. نيجي بقى عند سكر اللاكتوز، ده سكر ثنائي. سكر ثنائي زي ايه؟ زي سكر المائده اللي اتكلمنا عليه من شويه. قلنا عندنا سكر المائده اللي هو السكر الابيض اللي بنحطه في الشاي، ده اسمه سكر سكروز. ده متكون من حاجتين، ثنائي يعني متكون من جزئين، جلوكوز وفركتوز. ده نسيبه. نمسك بقى سكر الحليب، عشان كده بنقول للناس اللي عندها سكر الافضل ان تتجنبوا الحليب او اللبن، بلاش الافراط فيه، بلاش نشر كميه كبيره. ليه؟ لان هو موجود فيه سكر بطبعه، مخلوق فيه كده، اسمه ايه؟ اسمه سكر اللاكتوز. ده برضو سكر ثنائي. سكر ثنائي متكون يعني ايه؟ من جزيئين سكر. ايه هما؟ جزيء اسمه جلوكوز وجزيء اسمه جالاكتوز، الاثنين متحدين مع بعض، الاثنين متحدين مع بعض. جسمك لما بيدخل سكر اللاكتوز ده محتاج انزيم اسمه انزيم اللاكتيز عشان يكسر سكر اللاكتوز ده لسكر الجلوكوز والجالاكتوز. لو الانزيم ده مش موجود اللبن بقى بيتخمر ويحصل لك الانتفاخات اللي ناس كتيره بتشتكي منها نتيجه ان عندهم الانزيم ده مش موجود او الانزيم ده ناقص. وده اتكلمنا عليه في حلقه الالبان قبل كده، وقلنا ان الالبان اللي خلقها ربنا كان بيبقى معاها انزيمات طبيعيه بتساعد في تقصير الكلام ده. من ساعه ما دخلت الالبان المصنعه حياتنا وكل المشاكل دي ظهرت، لما بقاش فيها اصلا الخمائر الطبيعيه ولا الانزيمات الطبيعيه اللي ربنا كان خلقها لك مع اللبن الطبيعي. يبقى انت لو بتحس دايما بتركبها في البطن بانتفاخات بغازات، او لما تشرب لبن او بتشرب حليب او بتاكل جبنه او زبادي، اعرف ان انت عندك حاجه اسمه عدم تحمل لسكر اللاكتوز ده، ان الانزيم اللي بيكسره مش موجود او قليل عندك. طب عايز تحس فعلا بالفرق؟ وقف منتجات الالبان وشوف هترتاح ولا لا. اخر حاجه معانا النهارده واخر مصطلح اللي هو مرضى السكر النوع الاول ومرضى السكر من النوع الثاني. بكل بساطه قلنا ايه هو السكر؟ السكر اللي هو الجلوكوز اللي بيدخل في الجسم، الانسولين بيطلع من البنكرياس، ده وظيفته يدخله جوه الخلايا. لو حصل عندك مشكله في الانسولين ممكن تحصل في حاجتين، انه مش بيتفرز اصلا من البنكرياس، يعني بنكرياسك ما بيطلعش جلوكوز،
ما بيطلعش سوري انسولين، فعشان كده السكر هيزيد في الدم، سكر الجلوكوز ده هيزيد في الدم، فعشان كده بنقول عليك مريض سكر. لا اما حاجه تانية، جسمك فعلا بيطلع الانسولين ده، ولكن الانسولين مش عارف يفتح القفل. يعني ايه يفتح القفل؟ يعني يفتح الخلايا. قلنا وظيفه الانسولين انه يفتح الخلايا ويشيل السكر من الدم، يروح يرميه فين؟ في الخلايا جوه. يبقى لا اما القفل خربان، الخلايا ما بتسمعش كلام الانسولين، الانسولين مش عارف يشتغل، يبقى ده النوع التاني. يبقى النوع الاول ايه هو؟ اللي هو البنكرياس بتاعك، خلايا البيتا سيل اللي في البنكرياس مش مطلعه انسولين، ما بتفرزش انسولين نهائي، او بتفرز بكميه قليله جدا لا تكفي. يبقى في الحاله دي الحل بتاعها الوحيد لحد دلوقتي انك تفضل ماشي على انسولين، والناس دول هم بس يمثلوا 10% من مرضى السكر على مستوى العالم. نيجي للشريحه الاكبر اللي هم 90% من مرضى السكر، ده مشكلته غالبا بتبقى سمنه واكل وعدم حركه وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي. بيحصل ايه؟ عدم تحسس للانسولين، يعني الخلايا مش بتستجيب للانسولين، الخلايا فقدت حساسيتها للانسولين. القفل ما بقاش بيسمع كلام المفتاح، المفتاح اللي هو مين؟ الانسولين. يجي يفتح الخلايا مش عارف، الخلايا مش مستجابه له، مش بتسمع له كلام. او لما انت بقى تبتدي تعدل اكلك وتشيل النشويات الضاره من اكلك، فعشان كده نتيجه ان الخلايا مش سامعه كلام الانسولين، السكر برضه عالي في الدم، فعشان كده بنسميك مريض سكر، لان الانسولين وظيفته بيشيل السكر من الدم. تبدا انت بقى تخس، تبدا تعمل رياضه، تبدا تعمل صيام متقطع، تبدا تظبط اكلك، بتزود حساسيه الخلايا دي للانسولين، فالانسولين يبدا يرجع يشتغل تاني، يبدا يفتح لك الخلايا تاني، يشيل لك السكر من الدم، مستوى السكر يظبط عندك. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه اللي فاتت والحلقه دي. برضه هشوف التعليقات بتاعتكم ان شاء الله، ولو عندكم اي مصطلحات تانية او انا اي مصطلحات جدد في دماغي، برضه هعمل حلقه ثالثه في الموضوع ده، لانه موضوع مهم جدا وتقريبا ما حدش عمله قبل كده او اتكلم فيه، وانا حتى ما فكرتش اعمله قبل كده، ولكن وجدت انه الاهميه ان الناس كلها لازم يوصل لها المصطلحات البسيطه دي، وتكون في حلقه مجمعه زي كده او حلقتين او ثلاثه، بحيث الناس تسمعهم وتستفيد بيهم، فبعد كده يكون عندك ارضيه قويه لما تسمع اي موضوع علمي بعد كده، يكون خلاص بقى سهل بالنسبه لك، لان انت عرفت الاساسيات بتاعته او الكلمات المفتاحيه فيه. دوركم بس شيروا معايا الحلقه عشان توصل لاكبر عدد من الناس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.